عسلامة، صباح الخير الناس الكل. أنا نوران عرفاوي، نخدم عند لوكولوريست برجاوي، بس غني عن التعريف الناس الكل تعرفه، وجيت كنت عندها شعورات عنده شعوراتهم، وفما برشا كليونات باش يعرفوني خاطرني يعني نخدم معاه كل شيء. بون، الانسان هذا خدمت معاه من اول ما بدا في يعني في الشركه متاعو، اول ما حل السونتر القديم وبعد هيك حل السونتر الجديد. بون، نخدم معاه عندي توا بريسك عام. السيد هذايا باز يعني هو اكيد خلف الكواليس فما برشا حاجات العباد ما تعرفهاش وما شافتهاش. كان الكليونات اللي يجيو يقدوا شعوراتهم يعرفوا هذايا الكل، وشافوا بامال دو فوا برشا فاسيت صارت قدام الكليونات، وفما كليونات قاعده تعمل في دي كومونتير وتحكي على الفازات هذيا. بون، انا واحده من الناس من مضروره اللي قاعد يضر فيهم. عند محمد برقاوي اللي يخرج يفطر يتهان ويتسب ويتضرب، واضحين لهنا. وبعد كي يجي يقول لك راني مفدلك معاك، يعني هيسبك ويطيح لك قدرك، بعد كي يجي يقول لك لي راني مفدلك معاك وسامحني. هذا الكل يتعدى، نحن ايكيب واحدة كنا نخدم مع بعضنا ونحبوا بعضنا الناس الكل. بالنسبة لي انا صارت مناوشة عندها بريود توا في الخدمة، صار سوء تفاهم ولا داعي باش ندخل في التفاصيل وكل شيء. هذايا كوليكا نحطوه في شيرة وحدها، خاطر ما فماش واحد يضرب عبد ضره. انت ضريتني يا انسان، نهزك ونخرجك من يدك وسامحني، ما عادش تساعدني في الخدمة. مش تجي تضرب عباد في ماشي في بالك لي هي ما عندها حتى حد وراها، وما عندها كما نقولوا نحنا هكاك جايه تخدم عندك عبيد باش انتي تضربها، تزرق لها عينيها. ديجا الناس الكل تشوفوا في عيني كيفاه، في راسي من تالي عندي كنفوره. انا الحمد لله يا ربي مشيت عديت وخذيت سيرتيفيكا نتاعي، ديجا هاوما الاوراق الكل ليك، عديت في سبيطار عمومي وكل شيء. الحمد لله يا ربي، القانون معايا انا، وان شاء الله القانون ياخذ مجراه. وانا حبيت نعمل الفيديو هذايا باش نحكي فيه وباش العباد تاخذ حذرها من عبد يخدم عنده. واذا كان انت تشوف هكا يعني ها فما فازتك هي انه يسبك ويطيح لك قدرك، ديما حط في مخك اللي هو باش يوصل نهار ويضرك، وهاكم تشوفوا ينجم يضربك. مد يدو عليا انا، هذايا تكون عبره للناس الكل اللي تتفرج فيا واللي تعرفني بيان سور، تكون عبره للناس الكل باش ياخذوا حذرهم العباد، وتكون عبره زاده للكل عرف عنده صناع يخدموا عنده ولا عنده عباد تخدم عنده، يعرف اللي فما قانون في البلاد وفما زاد ولاد ناس ما لازمهمش يتضربوا وما لازمهمش يتهانوا. رانا ما عادش رانا في تونس توا 2020 بيانتو، ان شاء الله ربي يقدرنا يعني ونخلطوا ل 2020. رانا ما عادش في عصر جاهلية، رانا ما عادش في عصر عبودية. نحنا أصلا ما كانتش عنا العبودية هذية، مش باش نجي وتوا في 2020 ونخلق العبودية بالسيف. رانا ما نش عبيد، رانا نخدمو عندكم صحيح، ناخذو في شهرينا من عندكم صحيح، ما راهو زاد العباد. انا واحده من الناس الحمد لله يا ربي بدارنا، مانيش مستحقين الفلوس. واحد يخدم كان على باش يعمل اصحاب، باش يبدل شويه، باش يشوف الدنيا، باش يتعلم يكسب خبره يعمل حاجه في حياته. هذا علاش نخدمه، رانا مانيش نخدمه على الفلوس ورانا مانيش مستحقين لحتى حد. بالنسبة فما زادة عباد مستحقة ولازمها تخدم، زادة مش خاطره هو ما عندوش ولا زوالي ولا مسكين، انت باش تجي تهنتلو وتضره وتحطوا عبيد عندك. بالنسبة لهذايا الكلام ان شاء الله يوصل البرشة عباد، وبالطبيعة الناس الكل باش تتصدم فيه الانسان هذاك اللي ما تعرفوش واللي ما جاتو حتى مرة. اما ميسالش
إذا يكون عبرة لبرشا عباد. بالنسبة لي أنا مقتنعة إلي أنا ما ضريت حد، والحمد لله يا ربي جتني باللطف، وذايا حقي وحق صحابي اللي قاعدين يتهانوا كل يوم وقاعدين ينضروا. بالنسبة لي أنا كلام يوفي، وإن شاء الله هتكون عبرة للناس الكل. هذايا كاو، سلام.